السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. وصلنا إلى الفصل العاشر من منهج الوايرلس كوميونيكيشنز أند نتوركينج، والذي يتحدث عن السيلولار وايرلس نتوركس أو شبكات الشبكات الخلوية اللاسلكية. مثل ما هو معروف بالنسبة أن هذه الشبكات يعني تركيبها الأساسي هو من الأجهزة النقالة أو الأجهزة الذكية اللي نستخدمها في حياتنا اليومية، اللي هي تستخدم اللو باور، يعني عادة طاقة قليلة للإرسال والاستقبال، اللي هي 100 واط أو أقل. يتم تقسيم المنطقة المراد تغطيتها إلى مجموعة من الخلايا، كل واحدة منهن يتم خدمتها بـ its own antenna، يعني بالهواء الخاص بها. يتم خدمة كل واحدة من هذه السيلز من خلال البيس ستيشن، اللي هو البرج أو المحطة الرئيسية، التي تتكون من أجهزة إرسال، أجهزة استقبال، ووحدة تحكم. يتم تخصيص مجموعة من الترددات لكل واحدة من هذه الخلايا. Calls set up such that the antennas of all neighbors are equidistant، يعني الخلايا يتم تهيئتها أو تنصيبها بحيث أنه المسافة بين كل واحدة من الهوائيات في الخلايا المتجاورة هي متساوية، يعني تكون متساوية المسافة، وبالتالي يعني يمكن أنه تكون hexagonal pattern، اللي هو يعني الهيكل السداسي. الhexagonal pattern بالنسبة للناس اللي ما يعرفونه هو أنه يتم تقسيم الخلايا بهذه الطريقة، بحيث انه هنا يكون هذا البيس ستيشن. طبعا الخليه المجاوره لها ايضا راح تكون بهذه الطريقه، وهنا ايضا راح تكون هذه البيس ستيشن، وهكذا بالنسبه للبقيه ايضا. يعني هذه الخليه الثالثه ممكن تكون هنا، وهذه البيس ستيشن سوري هنا راح تكون. فبالتالي تلاحظ بانه يجب ان تكون المسافه متساويه بين البيس ستيشنز الخاصة بكل واحدة من هذه الخلايا. طبعا هذا الكلام نظري، عمليا من الصعب جدا انه تحقق هذه المعايير 100%، لانه قد يكون هذا المكان محجوزا مثلا لمنطقة سكنية او منطقة او مدرسة او روضة او مستشفى، فمن الصعب جدا انه، او ربما تكون مثلا هذه المسافة او هذه المنطقة محجوزة لاغراض اخرى، ممنوع انه تضع في داخلها بيس ستيشن. فهنا ممكن هنا تلاعب قليلا بهذه الامور، وايضا يعني هو في الواقع العملي ليس هناك تغطية يعني 100% مضبوطة مثل هذا الشكل الهكساغونال. طبعا مثل ما ذكرنا على مود نقدر نضمن انه لا يكون هناك تداخل، يعني هنا اذا كانت هذه الخليه تستخدم في تردد معين يجب ان هذه الخليه تستخدم تردد اخر، وهذه الخليه تستخدم تردد اخر، لانه اذا كانت كلها تستخدم نفس التردد فان اي اتصال يحصل في داخل هذه الخليه راح يتم يعني يسبب تداخل مع الاتصالات الموجوده في هذه الخليه وهذه الخليه وهكذا. فهنا عندنا شيء يسمونه الفريكونسي ريوز. احنا عندنا بالقناه طبعا هناك فيديو مستقل فقط للحديث عن مساله الفريكونسي ريوز وحساباتها الرياضيه. فكرتها ببساطة هو أنه الخلايا المتجاورة يتم تخصيص ترددات مختلفة لها لكي تمنع التداخل، والكروستوك اللي هو التحدث في نفس الوقت. الهدف من الفريكونسي ريوز في الخلايا المتجاورة أنه عندنا مثلا 10 إلى 50 frequencies assigned to each cell، كل خلية نخصص لها من 10 إلى 50 تردد، اللي هو تقدر تخدم لنا من 10 إلى 50 مستخدم في الوقت الواحد. ايضا الترانسميشن باور، طاقه الارسال، يتم التحكم بها لكي يعني نقيد القدره الطاقه او القدره التي تعبر من خليه الى خليه اخرى، بحيث انه هنا اذا رجعنا هنا اذا كانت القدره الترانسميشن عاليه جدا، ترانسميشن باور، ممكن انه الاتصال الذي يحصل بين المستخدم الموجود هنا والبيس ستيشن، يعني هذا الاتصال ممكن انه الباور مالته توصل الى نهايه الخليه المجاوره. هذا طبعا هذا شيء سلبي جدا، لانه راح يسبب الكثير من الانترفيرنس والنويز والكروستوك. من خلال يعني التجارب العمليه يقومون بضبط الترانسميشن باور الخاصه بهذه الاجهزه، بحيث انه تستطيع الوصول الى البيس ستيشن الخاص بها، وبالكاد تستطيع العبور من الى خارج هذه السيل الى الخلايا المجاوره. فهنا ايضا نحتاج انه نقوم بضبط الترانسميشن باور. The issue is to determine how many cells must intervene between the two cells using the same frequency. هنا ايضا يعني واحده من الامور الاساسيه اللي راح نحتاج انه نحسبها هو انه كم عدد الخلايا التي يعني تتداخل فيما بينها، يعني والتي تستخدم كل واحد من هذه الفريكونسيز. وايضا هذه مثل ما ذكرنا مشروحه في الفيديو المستقل اللي هو يسموه الفريكونسي ريوز فاكتور، ايضا موجوده هناك ان شاء الله بالنسبه للي يحبون يطلعون على هذا الشيء. راح نقوم بوضع ذاك الفيديو الخاص بالفريكونسي ريوز مباشره بعد هذا الفيديو في البلاي ليست. طبعا معروف جدا انه يعني منذ بدء الاتصالات اللاسلكيه كان هناك تزايد كبير بالكباسيتي او تزايد كبير بعدد المستخدمين،
فبالتالي احنا نحتاج الى طرق جديده لكي نتعامل مع هذا العدد المتزايد من المستخدمين. من هذه الطرق هو adding new channels، يعني تقسيم الترددات الى شانلات او قنوات متعدده وزياده هذا العدد من القنوات، فبالتالي راح نستطيع خدمه اكبر عدد من المستخدمين. ايضا عندنا شيء يسمونه الفريكونسي بوروينج، انه الترددات تؤخذ او يتم استعارتها من خليه الى خليه اخرى. اذا كان هناك خليه مزدحمه جدا فيمكنها ان تاخذ او تستعير بعض الترددات من الخلايا المجاوره. ايضا اذا كانت الخليه تشهد ازدحام لفترات طويله جدا، هنا نسوي شيء يسمونه السيل سبليتنج، اللي انه بمعنى انه نقوم بتقسيم الخليه الواحده الى مجموعه من الخلايا. اذا كانت الخليه تغطي مساحه كبيره وكانت مزدحمه جدا، نقوم بتقسيمها الى خلايا اصغر، وكل واحده منها راح تكون لها ترددات خاصه بها، فبالتالي راح نستطيع خدمه اكبر عدد من المستخدمين. ايضا ممكن انه نستخدم ما يسمى بالسيل سيكتورنج، اللي انه كل واحده من السيلز يتم تقسيمها الى مجموعه من السيكتورز. يعني هنا اذا رجعنا رسمنا الخليه مالتنا مره اخرى، وافترضنا بانه البيس ستيشن هنا موجوده، فبدل ما تقوم هذه البيس ستيشن والانتنات يعني او الهوائيات الموزعه حولها بخدمه كل شيء، يمكن تقسيمها الى سيكتورز، بحيث انه الانتنه مثلا تقوم بخدمه هذا السيكتور، اكو انتنه ثانيه راح تخدم هذا السيكتور، انتنه ثالثه تخدم هذا السيكتور، فهذه يسموها السيكتورنج، انه نقوم بتقسيم الخليه الواحده الى مجموعه من السيكتورز، وكل واحده من الانتنه راح طبعا يخدمها مجموعه من يعني كل انتنه راح تخدم سيكتور واحد بدل انه تقوم بخدمه كل شيء. فهنا ايضا راح نقلل عدد المستخدمين المخصصين لكل واحده من هذه الانتنات، وايضا نستطيع يعني استيعاب اكبر عدد من الخلايا. ايضا استخدام ما يسمى بالمايكرو سيلز، اي انه الانتنز موف تو بيلدينجز هيلز اند لامب بوستس، بحيث انه نقوم بنقل الهوائيات مو فقط في محطه مركزيه كبيرة، وإنما نقوم بوضع أنتنات أخرى أيضا يعني على سطوح البنايات. سوري استخدام القلم شوي مزعج. أين ذهب؟ نعم هنا كنا. أيضا هنا ممكن أنه نستخدم المايكرو سيلز، واللي أيضا موجود حاليا في الـ 5G، أنه نقوم بتصغير الخلايا بنقل الكثير من الأنتنات على سطوح البنايات وعلى التلال، وأيضا حتى على اللامب بوستس اللي هي يعني أعمدة الإضاءة، وحتى على الترافيك لايتس. وهذا الشيء طبعا موجود حاليا في الـ 5G، لأنه مثل ما هو معروف المفروض أنه الـ 5G يخدم أكبر عدد من المستخدمين، فبالتالي نحتاج أنه نستخدم ما يسمى بالمايكرو سيلز. أيضا المايكرو سيلز هناك فيديو مستقل للحديث عنها ضمن البلاي ليست أو قائمة التشغيل الخاصة بالـ 5G أو كورس الـ 5G. هنا كنظام اتصالات سيلولر او خلوي او لاسلكي يتكون من الشكل التالي. سابقا عندما كانت الاتصالات هي فقط رقميه او سلكيه يعني فقط، كان الهاتف المنزلي يتصل بشبكه معينه الى ما يسمى بالببليك تيليكومنيكيشنز سويتشنج نتورك اللي هي PTSN، هذه هي الشبكه حالي السابقه. بعد ما تم اضافه الشبكات اللاسلكيه تم اضافه شيء يسمونه الموبايل تيليكومنيكيشنز سويتشنج اوفيس، وهذه طبعا راح تتصل بالبيس ستيشنز او البيس ترانسيفر ستيشنز، هذه اللي هي الابراج. طبعا هنا عاده اغلب الاتصالات هنا تتم عن طريق ما يسمى بالباك هول وايرلس او عن طريق الفايبر اوبتيك، يعني من البيس ستيشنز الى المحطه المركزيه او اللي هي دائره السويتشنج الرئيسيه الخاصه بالشبكات اللاسلكيه. طبعا هنا البيس ستيشنز كل واحده منها تتصل بالاجهزه اللاسلكيه او تتصل بالسيارات او تتصل باي جهاز يمتلك قابليه الارسال والاستقبال للسلولار سيستم. هنا مثل ما ذكرنا تتقسم الشبكه الى بيس ستيشنز اللي هي تحتوي على انتنات للارسال والاستقبال، وكذلك كنترولر متحكم. الكنترولر هنا وظيفته انه يخصص التردد الفلاني الى الجهاز الفلاني في الوقت الفلاني، يعني تقسيم الترددات والاوقات، وكذلك اداره المستخدمين. طبعا ايضا مجموعه من الريسيفرز، يعني يجب ان تكون هناك ترانسيفر هو يسمونه ترانسميتر وريسيفر. ايضا عندنا المحطه الرئيسيه او المنظومه الرئيسيه يسموها الموبايل تيليكومنيكيشنز سويتشنج اوفيس، هذه هي تربط الاتصالات مع بعضها البعض الاخر. يعني اذا كان هناك مثلا هذا النقال يريد الاتصال بهذه السياره، فهو لن يستطيع، يعني كانت مثلا السياره والنقال ليست متصله بنفس البيس ستيشن، فهنا الاتصال راح ياتي من النقال الى البيس ستيشن الى الموبايل تيليكومنيكيشنز سويتشنج اوفيس، ثم بعد ذلك يذهب الى البيس ستيشنز القريبه من السياره ويصل اليها مباشره. فهنا هذه يعني هذا طريق الاتصال، ونفس الشيء بالنسبه يعني الترانسميت والريسيف في الاتجاهين المتعاكسين. اكو عندنا نوعين من الشانلز متوفره للموبايل يونتس والبيس ستيشنز، اكو عندنا كنترول شانلز اللي هي يعني قنوات التحكم تستخدم لتبادل المعلومات الخاصه بتحديد مكان اليوزر اكوبمنتس او اجهزه المستخدمين، وكذلك لادامه او صيانه الاتصالات. وايضا اكو عندنا شيء يسمونه الترافيك شانلز،
اللي هي قنوات نقل البيانات، والتي تنقل الصوت أو البيانات بين المستخدمين. Steps at the MTSU. الـ MTSU هذا هو اللي Mobile Telecommunications Switching Office، راح نرمز له باختصار MTSU. هنا طبعا الخطوات التي تتخذها الـ MTSU للتحكم بالاتصالات تتضمن أولا تهيئة الاتصال أو إنشاء الاتصال مع الوحدات النقالة، بعد ذلك الموبايل originates calls، هنا طبعا يعني أيضا الهواتف النقالة تقوم بتأسيس الاتصال بالاتصال يعني طريق بالـ MTSU. البيجينج أيضا واحدة من وظائف الـ MTSU راح نتحدث عنها بعدين. ايضا الكول accepted يعني قبول الاتصال، ongoing call يعني اداره الاتصال او maintaining the call اثناء يعني تناقل او تراسل البيانات بين المرسل والمستقبل، واخيرا الهاند اوف اللي هو اغلاق الاتصال واخذ الفريكوانسي وتخصيصها الى مستخدمين اخرين وهكذا. ايضا بعض الوظائف الاضافيه لل MTSU هو الكول بلوكينج، بعض الاحيان يعني تقوم بقفل الاتصال اذا كان هناك مستخدم مثلا حاليا في طور اتصال اخر وطلبه ايضا مستخدم ثالث، فهنا يتم عمليه الكول بلوكينج اللي هو يعني منع الاتصال من البدء لانه ايضا اصلا المستخدم هو مشغول. الكول ترمينيشن انهاء الاتصال في حاله ضعف الاشاره او في حاله يعني انتهاء الاشتراك اذا كان يعني اشتراك بفلوس وغيرها. الكول دروب يعني انهاء الاتصال ايضا اذا كان هناك مشاكل في الاتصال. كول تو اند فروم فيكست اند ريموت موبايلز، الاتصال من والى الاجهزه البعيده سواء كانت ثابتة أو نقالة إذا كانوا سبسكرايبرز يعني موبايل سبسكرايبرز. أيضا الأمور اللي تتحكم منها بالاتصالات اللاسلكية واحدة منتهن اللي يعني الإفكتس أو التأثيرات التي تحصل على البروباجيشن الخاصة بالراديو أو الإشارة اللاسلكية أو انتشار الإشارة اللاسلكية، واحدة منتهن السيجنال سترينث قوة الإشارة. طبعا الإشارة يجب أن تكون قوية بما يكفي بين البيس ستيشن والموبايل يونت لكي تستطيع المحافظة على يعني نوعية الإشارة عند المستخدم أو المستلم، يعني لأنه إذا كانت الإشارة ضعيفة فراح تكون مشوشة عند المستلم، فبالتالي لن يتحقق الهدف الرئيسي من الاتصال واللي هو يعني نقل الإشارة بشكل واضح. Must not be too strong to create too much co-channel interference، يعني الإشارة يجب أن تكون قوية بشكل كافي لكي تحافظ على نوعية الإشارة عند المستلم، ولكنه يجب أن لا تكون قوية جدا بحيث أنه تسبب لنا الكثير من التداخلات مع القنوات الأخرى أما في داخل الخلية الواحدة أو مع الخلايا الأخرى المجاورة. هنا أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الفيدنج اللي هو تلاشي أو توهين الإشارة، لأنه كل الإشارة كلما انتشرت وابتعدت عن المصدر المرسل فإنها راح تتعرض إلى يعني فقدان بعض الباور الخاصة بها، فبالتالي راح يقل قوة الإشارة كلما ابتعدنا عن المرسل. إذا كانت الفيدنج كبير جدا أيضا راح تكون الإشارة غير معروفة وغير واضحة ولا يمكن تمييزها عن النويز في أطراف المستلم. هنا لكي نستطيع مثل ما ذكرنا قبل قليل، إذا نرجع شوية هنا، لنفترض أنه المستخدم هذا الموجود بهذا النقال كان يتصل بهذه السيارة، والسيارة طبعا هي في حالة موبايل يعني حركة، كانت في لحظة الاتصال هي موجودة ضمن مساحة التغطية الخاصة بهذه البيس ستيشن، ولكن بعد قليل تحركت الإشارة أو السيارة تحركت، فبالتالي أصبحت خارج نطاق تغطية هذه البيس ستيشن فضعفت الإشارة. فهنا الموبايل MTSU يجب أن تعرف أنه بما أن السيارة قد خرجت من هذه يعني محط يعني مساحة التغطية الخاصة بهذه البيس ستيشن فإنها ستدخل في مساحة التغطية لبيس ستيشن أخرى، فهنا راح يصير عندنا شيء يسمونه الهاند أوف اللي هو تسليم البيانات أو تسليم الاتصال من البيس ستيشن A إلى البيس ستيشن B مثلا، وتستمر هذه العملية طالما أنه سيارة متحركة. فهنا شنو اللي يتحكم لنا بعملية الهاند أوف؟ يعني معايير الأداء للهاند أوف. أولا سيل بلوكينج بروبابيلتي، احتمالية وجود بلوكينج في هذه السيل، probability of a new call being blocked، كلما كان هناك عدد أكبر من الاتصالات التي يحصل لها blocking فهنا نحتاج أنه نقوم بعملية hand off. ال call dropping probability، احتمالية حصول drop للإشارة أو للاتصال، أيضا كلما زادت هذه الاحتمالية كلما أدى ذلك إلى يعني الحاجة إلى عملية hand off أو تحول من base station إلى base station أخرى. call completion probability، احتمالية إكمال الاتصال إلى النهاية وعدم انقطاعه، أيضا هذا الشيء يعني يحدد كمية ونوعية الهاند أوف. probability of unsuccessful hand off، احتمالية عدم نجاح الهاند أوف، بعض الأحيان يعني عندما نريد أن نقل مستخدم يعني موبايل يوزر من بيس ستيشن إلى بيس ستيشن أخرى تفشل العملية لأنه لا نستطيع تحديد البيس ستيشن المناسبة لكي نستطيع الانتقال لها، فهنا أيضا هذا الشيء راح يحدد لنا معايير أداء الهاند أوف.
ايضا الهاند اوف بلوكينج بروبابيلتي مثل ما ذكرنا، احتماليه حصول يعني منع لعمليه الهاند اوف، ايضا هذا الشيء يتحكم بنجاح وفشل عمليه الهاند اوف، واللي هي طبعا يتم ادارتها من قبل الام تي اس يو، ويعني كلها يعني امور برمجيه. الهاند اوف بروبابيلتي، احتماليه الهاند اوف كلما زادت الاحتماليه او قلت هذا يدل على انه احنا هندستنا للشبكه ووضعنا للابراج في اماكن معينه هل هو شيء يعني صحيح او خاطئ. rate of hand off، معدل حصول الهاند اوف، the number of hand offs per unit time كلما زاد هذا المعدل او قل هذا يدل على انه يعني يجب ان يعطي فت indication او اشارات للمهندسي الشبكه انه اماكن الابراج صحيحه او لا، وكذلك عن نوعيه الاستخدام، هل انه اغلب المستخدمين هم في حاله fixed او موبايل، هل هم يعني موبايل مثلا بسرعه مشي او ركض او يعني بايكينج ركوب الدراجات، او هل انهم دائما يستخدمون السيارات، وكم معدل يعني سرعه السياره، كم هو معدل الهاند اوف الذي يجب ادارته في الشبكه. انتربشن ديوريشن، يعني مده المقاطعه التي تحصل هذه الاشارات او الاتصالات، وكذلك الهاند اوف ديلي، كم هو المده المستغرقه لكي تستطيع يعني الاشاره الانتقال من بيس ستيشن الى بيس ستيشن اخر، اذا كنا نتعامل مع موبايل يوزرز. هذه كل الامور تتحكم بالهاند اوف بيرفورمانس. الهاند اوف استراتيجي از يوزد تو ديترماين انستانت اوف هاند اوف، يعني هنا ايضا الاستراتيجيات التي يتم استخدامها لتحديد لحظه الانتقال من بيس ستيشن الى بيس ستيشن اخرى. ممكن تكون الريليتيف سيجنال سترينث، يعني قوه الاشاره النسبيه، ممكن تكون ريليتيف سيجنال سترينث وذ ثريشولد، يعني قوه الاشاره النسبيه مع وجود فتحه عتبه معين، ريليتيف سيجنال سترينث وذ هايستيريسس، هذه اللي هي طبعا الاعتماد على الحالات السابقه للاشاره. ريليتيف سيجنال سترينث وذ هيستيريسس اند ثريشولد، ممكن انه الجمع بين حالتين هذين الاثنيناتين. او البريدكشن تكنيكس، يعني شلون احنا نقدر نتنبأ باللحظه المناسبه لعمليه الهاند اوف من بيس ستيشن الى بيس ستيشن اخرى. هناك الكثير من الاستراتيجيات لهذا الشيء طبعا، مشروحه بشكل مفصل اكثر في الكتاب. بالنسبه للباور كنترول، ايضا واحده من الامور اللي لازم نراعيها في شبكات الاتصالات اللاسلكيه اللي هي من نوع سيلولار نتوركس، وهذه ان شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضره القادمه، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.